أخبار اليوم. ربنا يوفقنا ان شاء الله في المجلس ونقدر نقدم حاجه للبلد اولا وثانيا لاهل دايرتي. بالنسبه لك قد ايه كنت متوقع نجاحك النهارده؟ والدتي ودعوات الناس اللي كانوا بيدعوا لي طول ما انا ماشي في الشارع، فكنت متوقع النجاح بنسبه كبيره الحمد لله. بعد النجاح ان شاء الله عمرو الجوهري يعمل ايه لاهل الدايره؟ لا ان شاء الله هنعمل ايه لمصري الاول وبعد كده اهل دايرتنا، لان اهل دايرتنا هم جزء من مصر، فان شاء الله ان هنقدم شغل كويس ربنا يوفقنا نقدر نعمل حاجه للبلد اولا ونقدر نخدم اهل دايرتنا بعد كده. توعد ان شاء الله عمرو الجوهري الناس هتشوفه بينهم ولا هيبقى مجرد مره بس بعد النجاح؟ بعد دي ربنا بيحاسبنا عليها، ف طبعا لازم نتواجد معاهم وهم اللي وصلونا للمكان ده، فاكيد مش هنقدر نتخلى عنه. زيدان 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 عمري قاري ليك يا 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 عمري ق